احنا عيله متكامله جامدين واسطوره. اكتب ايه بيجي من شوف مين يطلع لك في الصوره. بدانا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا ال 100,000 وعدينا المستحيل. شيتو زو انت هتفضل قاعد تلعب كده طول اليوم؟ ما خلاص بقى العيد خلاص يعتبر خلص. استني فيه، استني بقى عشان متحمس قوي. عن هو انت فاكر انه هيسمع كلامك؟ ده شيتوز ده دماغه ناشفه. انت بتقول ايه؟ مين ده اللي دماغه ناشفه؟ انت يا شيتوز اللي دماغك ناشفه في حاجه؟ اقول لك ايه، انا حالي دلوقتي اعمل لك اعتبار وعامل ان انت صاحبي، تمام؟ اكتر من كده وربنا ضربك. ايه ده؟ هي وصلت انك تضربني؟ ليه كده بس؟ ليه هدوا؟ احنا جايين نلعب مع بعضينا ونتفسح مع بعضينا، انتوا ليه بتعملوا كده؟ هو انت مش شايفه بيقول ايه؟ بقول ايه يعني؟ ها بقول ايه؟ انا بقول لك ان انت دماغك ناشفه عادي. مش انتوا اصحاب والمفروض بتتقبلوا هزار بعض؟ خلاص بقى. لا انا مش متقبل هزار. ولا انا يا عم متقبل هزارك. اي ما دام انت مش طايقني انا همشي من المكان ده، ماليش لازمه بقى. ليه عملت كده يا بلال؟ ليه؟ انتوا كنتوا صحاب حلوين. اي نعم اي اتنين صحاب بيتخانقوا بيحصل ما بينهم مشاكل كتير، ولكن انت يا بلال ما تزعلوش كده، والكلام اللي بيضايقه ما تقولهوش. بقولك ايه، انا ما اعرفش بقى بصراحه انا عملت ايه، بس انا شايف ان انا ما غلطتش. لا طبعا يا بلال غلطت، انك تتريق على صاحبك او بمجرد انك تتنمر عليه فدي يعتبر غلطه. هو انت بقى معايا ولا معايا؟ ها انت شكلك يا بلال متعصب. انا همشي دلوقتي. هو في ايه؟ هو كله سابني كده فجأة لوحدي؟ هو ايه يا جدعان؟ وانا كلمتهم بطريقة وحشة وانا مش واخد بالي ولا ايه؟ واضح كده ان النهاردة هقضي اليوم كامل لوحدي، ده احنا لسه الساعة 2 الصبح. مش عارف بقى، انا حاسس ان انا ما غلطتش في حاجة. شيتوس يا شيتوس، هو شيتوس فين؟ انا هدخل اشتري ايس كريم. تمام، انا هاخد لي ايس كريم واروح اقعد هناك. ايه ده؟ هو انت شيتوس؟ ايوه انا شيتوس. انت عايز ايه بقى انت كمان؟ انتوا ليه عملتوا كده؟ انتوا صحاب. معلش هو باين تقريبا بلال متعصب شويه، يعني تلاقي عنده مشاكل في البيت ولا حاجه. ايوه يعني مشاكل في البيت جاي يطلعها عليا، انا مالي يعني؟ مش عارفه بقى يا شيتوس، بس لازم ان انتوا تخلوا بالكوا على بعض لان انتوا صحاب ومفيش احلى بصراحه من الاصحاب. هو اللي عمل كده مش انا. انا عارفه اللي هو عمل كده، بس لازم برضك تكونوا اصحاب للابد مهما حصل بينكوا اي مشاكل. لا لا اصحاب للابد ايه، انا بفكر اصلا ما اكلموش تاني. لا يا شيتوس غلط، انت لازم انت اللي تبدا بالسلام، تمام؟ ما ينفعش انت بتعمله ده. يعني ينفع يعني هو اللي عمله؟ انتوا الاتنين غلطانين، ولكن مش عارفه بصراحه اقول ايه. انا مش عارف اعمل لهم ايه، انا لازم العبهم لعبه او اعمل لهم تحدي عشان يرجعوا لبعضيهم. انا مش بحب خالص اشوف شيتوز وبلال بعيد عن بعض. اعمل ايه اعمل ايه؟ خلاص تمام، عرفت ارجعهم ازاي. انا بصراحه مش لاقي حاجه اعملها، انا اقعد شويه اقلب في التليفون بقى. ايه ده؟ مين اللي بيتصل عليا ده؟ انا اصلا مفيش حد بيتصل بيا خالص. الو، مين معايا؟ ازيك يا بلال، انا نورة. نورة؟ ازيك يا نورة، عاملة ايه؟ انا كويسة يا بلال. انت لسه زعلان من الموضوع ده؟ يعني خلص بقى، ما تكلمنيش في تاني بعد اذنك. طب بقولك ايه، تيجي النهاردة نخرج؟ ايه ده بجد؟ هنخرج فين طيب؟ نتقابل الساعة 6 في السينما. ماشي انا موافق. يا سلام على جمالك يا بيشيتوس، امر والله امر يا واد. عادي يعني خسرت صاحبي؟ في داهية، انا اصلا ما بحبوش من زمان. انا اقعد لي شويه كده على الموبايل. ايه ده؟ مين اللي بيتصل بيا ده؟ الو، مين معايا؟ معاك نورة يا شيتوس، عامل ايه؟ ازيك؟ ايه ده نورة؟ ازيك يا نورة، عاملة ايه؟ انت فينك كده؟ انت اللي فينك كده؟ والله انا قاعد بعمل استشوار كده عند الحلاق، اخلصه وبكلمك. طب بقول لك ايه، انا مش هطول في المكالمة، تيجي النهاردة نتقابل الساعة 6 في السينما. قلت ايه؟ والله قلت يلا بينا، انا اصلا قاعد زعلان لوحدي. خلاص اتفقنا. ايوه المفروض دلوقتي ان انا عند السينما، ولحد دلوقتي مفيش اي حد جه. ليه؟ ايه ده ايه ده؟ شيتوز هناك اهو. ازيك يا نورة، عامله ايه؟ الحمد لله يا شيتوز، وانت؟ انا كويس. مالك بتتكلم بالطريقه دي كده ليه؟ في حاجه؟ لا اصل انا يعني مش متعود اخرج مع بنات لوحدي يعني وكده. لا لا ما تخافش، في حد جاي معانا. ايه ده؟ انت ما قلتليش ان في حد جاي معانا. ما تقلقش ما تقلقش، هتشوف اهو اهو جه. ايه ده؟
هما دول اللي واقفين هناك تقريبا. ايوه دي نورة. انا عايز اعدي الوش بصراحه، انا حاسس ان انا مكشر بس كده. انا لازم اروح لهم مبتسم. هي معاها واحد من ده. ازيك يا نورة، عامله ايه؟ بلال ازيك، عامل ايه؟ انا الحمد لله تمام، بس مين جاب الكائن ده؟ خلاص بقى يا بلال خلاص. لا وكمان بتقول عليا كائن، والله العظيم خلاص بقى يا جماعه، انا جايباكوا هنا عشان تتصالحوا. انا اقول اللي انا عايزه. ها بقول لكم ايه، يلا ندخل على السينما، يلا يلا تعالوا ورايا. بقول لك ايه، شوف يا نورة، انا مش عايز اقعد جنب بلال. وانا مش عايز اقعد جنبك. يو يعني ينفع كده؟ خلاص انت يا بلال تعالى اقعد يميني وشيتوز يقعد شمالي. ايوه كده تمام. اوعى كده ما تحطش رجلي على رجلي قدامي. اوعى يا ابني، بس كده انا اقعد هنا. السلام، احلى قعده دي ولا ايه؟ A few moments later. بصراحة أنا حاسس إن القعدة مملة. أنا همشي من هنا. إيه ده؟ إيه ده يا شيتوس؟ أنت ما شفتش بلال؟ وأنا مالي بيه أصلا، مش بكلمه. طب ثانية أنا هطلع بره أشوف. مالك يا بلال؟ في إيه ها؟ قمت وسبتنا ليه؟ بقول لك إيه، بصراحة أنا مش عايز أقعد مع شيتوس، عشان شيتوس بينرفزني بالحركات اللي هو بيعملها، يعني يقعد جنبك وحاطط رجل على رجل، هو فاكر نفسه مين؟ بقول لك إيه يا بلال؟ أنا بفكر أصلا في حاجة حلوة جدا، تحدي ما بينكوا، واللي يخسر هيصالح التاني. تحدي ما بيننا؟ بصراحة أنا بحب جو التحديات بالأخص مع شيتوس. يعني أفهم من كلامك كده إنك موافق يا بلال؟ أيوة موافق. طيب أنا رايح أنادي شيتوس. أنتوا بتعملوا إيه هنا؟ عايزين نتفرج على الفيلم. شوف يا شيتوس بقى، عشان هيكون في تحدي ما بينك أنت وبلال. لا 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 لا، تحدي إيه؟ مفيش تحديات تجمعنا أنا والواد ده. التحدي هيكون عبارة عن إن أنتوا بتخمنوا صور لليوتيوبرز اللي أنتوا بتحبوها وبتتابعوهم على اليوتيوب، واللي هيخسر فيكوا ولا هيصالح التاني. بس أنا معرفش يوتيوبرز كتير. يعني ثانية، هو انت قلت يوتيوبرز؟ انا اكيد كسبان. وش اشمعنى يعني يا بلال انت بتقول انك كسبان؟ عشان انا اصلا ليا اصحاب يوتيوبر كتير قوي، واكيد عارف اساميهم. مشيتو زي عيني عليه. ما اعرفش حد غيري اصلا. طب وانت سبتك وخليتك تعتذر لي؟ يا عم نشوف. يلا روحوا وقابلكوا بعد التحدي. هو ايه ده؟ ايه ده يا بلال احنا جينا فين؟ والله يا شيتوز انا مش عارف، واضح كده ان ده قسم اليوتيوبرز، وهنا في صور يوتيوبر كتير قوي. المشكله ان في يوتيوبرز كتير قوي، حاسس ان انا مش عارف شكلهم. واضح كده انك هتيجي تتاسف لي صح؟ لا لا لا، انا عمري ما اتاسف لحد. يلا يا شيتوز ندخل ونشوف مين اللي هيكسب. ايه ده؟ الحق يا بلال، بيقول لك ايه؟ عدد الصور 30 باسم اليوتيوبر اللي هنشوفه هنكتبه في الشات. طيب تمام. ايوه من اولها مين ده؟ هو بصراحة أنا ما أعرفش الشخص ده، واضح كده إن إحنا الاتنين هنتأسف لبعضينا. لا 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 مستحيل، مستحيل أعمل كده. بسرعة بسرعة، أنت مين يا عم أنت؟ طب أدوس على إيه؟ إلحق إلحق يا بلال، إلحق، هنا مكتوب إيه؟ إيه ده؟ هل مللت من المحاولات؟ هل تريد الخروج من القسم؟ لحظة، وإحنا محبوسين يا عم هنا ولا إيه؟ مش محبوسين يا بلال، بس واضح كده إن إحنا لازم نكون معانا روبوكس عشان يجاوب لنا على الحاجة دي. طيب يعني لو مش معانا روبوكس هنعمل إيه؟ مش عارف. إيه ده؟ لحظة، دول مدينا دونتس ليه؟ الله، دول مديني شوكولاتة كمان، إحنا نقعد ناكلها بقى وسيبك من التحدي والحاجات دي. نقعد ناكلها إيه يا عم أنت؟ إحنا هنتحبس. بقول لك إيه؟ أنا هحاول أدوس هنا كده شوف هيطلع لي إيه؟ إيه ده؟ ده جاوب ابو عابد. ابو عابد مين ده؟ تعال بسرعه يلا يا شيتوس. طب استناني يا عم استناني، يلا بابا لو الباب اتقفل علينا. ايه ده؟ لحظه شيتوس، احنا اتحبسنا. يا نهار ابيض، هنعمل ايه؟ ومين اليوتيوبر ده؟ اليوتيوبر ده سهل قوي، اسمه ابو راس. ايه الهبل ده؟ انت ما تعرفش ابو فله؟ ده سهل جدا اليوتيوبر ده. ابو فله طبعا، انا هكتب دلوقتي ابو فله. ايوه بقى عديتها وعملناها صح. يلا بسرعه يا صاحبي يلا بسرعه. طب جايلك، يلا ربنا يقفل عليا يا بلال. ايه ده؟ هو يا ترى مين ده؟ انا مش عارفه بصراحه. انا افتكره، استنى كده استنى كده، بس انا مش عارف. هو انت دايما مش عارف اي حاجه كده؟ هتشوف انا هعمل ايه. ماشي، احنا المفروض في المستوى الثالث تقريبا. الشخص ده اسمه احمد شو. ايوه صح، ايوه فهو ده الكلام. بسرعه شيتوس تعالى. يا نهار ابيض، واضح كده ان انا اللي هصالحه. الو ومين ده كمان؟ ثانيه كده يا شيتوس. الشخص ده انا حاسس ان انا شفته قبل كده في اليوتيوب، بس مش فاكر في انهي مقطع او اسم قناته ايه. بقول لك يا شيتوس، بصراحه انا غشيتها. غشيتها بقى لان مش عارفه بصراحه من الراجل ده. اسمه اوزيكس.
تمام، ايه عديتها بسرعه بسرعه. طب وانا اتحبس كده؟ استنى، ايه ده؟ الشخص ده انا عارفه، ثانيه، اسمه اوبلز. اوبلز هو في، واضح كده ان انا هخسر. يلا يا شيتوس، اكيد بقى اليوتيوبر ده اسمه ذئب المقنع. ذئب مقنع؟ فين ده المقنع؟ هو بصراحه يعني هو، بس هو ده مش شكل ذئب ده يا شيتوس، ده شكل والله باين عليه شكل ثعلب. ايه ده؟ شكله ده يا ابطال. خلاص خلاص، انا هكتب، اكيد كلكم عارفينه باليوتيوب. بقول لك ايه، ما تيجي نطلع من دلوقتي يا عم وانا اصالحك. لا بقول لك ايه، ما دام احنا دخلنا هنا مش هنطلع مكان هنا ابدا. بس ثانيه، انا ما اعرفش مين الشخص ده. بقول لك ايه، انا هجرب ادوس على الزرار ده. دوست عليه اهو يا ابن اللعيبه يا شيتوز. ايه ده؟ ازاي عديتها؟ بقول لك يلا بسرعه عشان الباب. طيب استناني يا غضار. اليوتيوبر ده انا عارفه، بندريتا. ايوه بندريتا، ايوه. ايه ده؟ انا جبتها غلط. بندريتا، ايوه هو ده الكلام يا بيه. بسرعه بسرعه. هو انت يا شيتوز مش ناوي تجاوب على حاجه ولا ايه؟ على فكره انا تقريبا جاوبت على كل حاجه. ما انا بصراحه مش عارف اي حاجه. هو الولد ده لابس ساعه، واضح كده ان هو ده سوبرمان. خلاص يا شيتوس، حط لسانك في بقك يا شيتوس، بعد اذنك ما تتكلمش تاني. ايوه انا عارف الشخص ده اسمه ايه، اسمه توبز. ايوه بقى هو ده الكلام. انا بفكر اعمل حاجه، هدوس انسحاب وفي الاخر اروح اقول للنوره، هقول لها اللي انا كسبت. انا هعمل كده يا شيتوس. ده صعب قوي، انا مش عارف ده اسمه ايه. تصدق ولا انا يا بلال بصراحه. ايه ده؟ هو انت واقف عند الانسحاب ليه؟ ها؟ لا مفيش حاجه، لون احمر جميل. اوبا، ايه ده؟ انت عملت ايه يا شيتوس؟ يا نهار ابيض، شيتوس خلاني انسحب من التحدي. لا يا شيتوس انت فين؟ يا نهار ابيض، انا كده هقعد ادور عليك وهتوه. يا لهوي يا شيتوس، يا خمام، هو اللي خمام، انا ما عملتش حاجه، انا كنت عارف اغلبيه اليوتيوبرز. يا نهار ابيض، اما اشوفك، اما اوريك في المدينه بقى لما نروح. نورا، شفت شيتوز عمل ايه؟ بقول لك يا نورا، ما تصدقيش الواد ده، انا ما عملتش حاجه. في ايه بس انتوا الاثنين؟ حصل ايه؟ يعني ينفع يا نورا نكون في التحدي وخلاص احنا كنا في المستوى العاشر وهو كان هيتاسف لي وفجاه هو داس انسحاب وخرجنا بره التحدي؟ ايه ده؟ انت عملت كده فعلا يا شيتوز؟ ما مش عارفه، في يا جماعه كلكم عليا ليه؟ شيتوز قول انت عملت كده؟ ايوه عملت كده، عايزين ايه؟ غلط يا شيتوز، ما ينفعش اللي انت عملته ده، ما تخلي التحدي يكمل عشان نشوف مين لا يعتذر للتاني. اصلا يا نورا المفروض اللي هو كان يعتذر لي عشان انا اصلا كنت جاوبت تقريبا 9 اسئله صح وهو ما عرفش اي حاجه خالص. خلاص ما دام بلال قال كده يبقى اعتذر له دلوقتي يا شيتوس. يا جدعان انا عملت ايه غلط بقى؟ التحدي ما كملش ومش هينفع اعتذر. يبقى احنا كده مش هتدخلك معانا اي تحديات تاني. انتوا بتهددوني يعني ولا ايه؟ خلاص يا شيتوس، اللي انت عايزه بقى، مش عايز تعتذر لي براحتك، انا همشي واسيب لك المكان. بلال، تعالى يا بلال. نعم يا شيتوس، عايز مني ايه؟ قول. ما انا اسف يا صاحبي، معلش يعني الصحاب اللي بعديها برضك، ما ينفعش تزعل كده بسرعه. ما تقول لنفسك الكلام ده يا شيتوس، انت اللي بتزعل بسرعه من اي حاجه بعملها. يا عم اعذرني بقى، انا مخي بطاطس. يعني انت معترف ان مخك بطاطس؟ يا عم خلاص بقى بهزر، فك بقى يا بلال، فك بقى، انا ماليش غيرك. طيب يا شيتوس، من النهارده هنفضل اصحاب للابد. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله.